قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل أيها النبي للمؤمنين إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من ميل وموالاة للكافرين أو تظهروه يعلمه الله ولا يخفى عليه منه شيئا، يعلم السرائر والضمائر والظواهر ولا يخفى عليه خافية. فالله عز وجل يعلم السر وأخفاه، ويعلم ما تبدون من الأقوال والأفعال. لاحظ معي أخي الكريم، في تلك الآية الكريمة قدم الله ما نخفي على ما نبدي، أما في سورة البقرة فقدم ما نبدي على ما نخفي، فلماذا؟ حتى نعلم جميعا أن علم الله تام وكامل وشامل وأبدي، أما علم الإنسان مهما علا وارتقى فهو علم ناقص ومحدود. ولو وقف كل الخلق في صعيد واحد وفي نفس اللحظة ولكل واحد حاجة أو حاجات، فإن الله يعلمها جميعا. سبحانه لا تختلط عليه اللغات ولا تلتبس عليه اللهجات ولا يشغله شأن عن شأن، وعلمه محيط بكل ما في السماوات والأرض، ووسع علمه كل شيء، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك، والله على كل شيء قدير، له وحده القدرة التامة والكاملة على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن تدبر في تلك الآية الكريمة وعمل بها ارتقى إلى أعلى الدرجات، إلى درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جزاكم الله خيرا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.